مساء الخير يا مستر مانو. مستر مانو برحب بيك على قناة الأهلي. شرف لي أكون موجود معكم مرة تانية. السلام عليكم للكل. معانا أربعة من نجوم من الاستوديو التحليلي، والأربعة كانوا معاك كلاعيبة أو كمدربين. معانا كابتن علاء ميهوب، وكابتن محمد يوسف، كابتن أسامة حسني، وكابتن هاني العجيزي، وكلهم بيرحبوا بيك على قناة الأهلي. الصوتين بيوصلوا عنده. تمام اوكي. Agora estamos com quatro estrelas de comentário aqui. Gezi, o Osama Hosni, e o Mohamed Youssef. Você está a falar muito baixo, eu não estou a ouvir nada. Sou o time Schwarz, Fernando, Mr. Mano. Sou o time Schwarz. Hosni. طيب سؤالنا الأول مستر مانويل، إزاي شايف مواجهة الأهلي والجونة النهاردة بعد مباراة الزمالك وهزيمة الأهلي من الزمالك؟ Os meus cumprimentos para todos. Não, já saímos, vamos voltar de novo, porque parece ter haver um problema técnico. A minha voz não, sei, não chegou aí, o meu som. طيب هنكمل مع ضيوفنا نجوم الاستوديو النهارده، وبعد كده هنرجع لمستر مانويل. اتفضل. مساء الخير مستر مانويل، بنرحب بيك وبيرحب بيك نجوم النادي الاهلي، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن اسامه حسني، وكابتن هاني العجيزي. الناس انا احضاني الحاره للجميع بالرغم من الوباء المنتشر في العالم، لكن احضاني الحاره للجميع، وشرف لي ان اكون اتكلم معهم واكون واشوفهم تاني بعد. مستر مانويل، ازاي شايف مواجهه الاهلي والجونه النهارده؟ في الدوري والجونة هو في المركز ال 15. طبيعي. كأننا هنكون بنسوق على الطريق السريع اتجاه واحد، الاتجاه الواحد هيبقى اتجاه على مرمى الجونة، لأن هو في المركز ال 15. لأن في الحالة دي الثقة عندهم مش هتكون عالية جدا زي الأهلي. فأنا شايف إن هيكون الاستحواذ والاتجاه اتجاه واحد لصالح الأهلي، لأن الأهلي بعد نتيجته مع الزمالك اللي كانت نتيجة صعبة 3-1، فنقول إن من ناحية الثقة، من ناحية المعنويات، ومن الناحية النفسية، الفرقتين مش في حالة كويسة. الأهلي لازم عليه ضغط إنه يعمل مباراة كويسة ويكسبها بسهولة على الجونة، أو الجونة ممكن يستغل المباراة على الرغم من إنه ما عندوش الثقة العالية إنه في المركز ال 15، ممكن يستغل الحالة اللي فيها النادي الأهلي إنه يعمل مباراة كويسة ويقدر على الأقل ياخد نقطة واحدة. اللي انا شايفه ان مش هيكون مباراه كرويه حلوه قوي، لان الفرقتين ما عندهمش الصحه الذهنيه ولا النفسيه اللي تساعدهم ان يأدوا كويس في المباراه، فمش شايف ان هيكون مباراه كرويه كويسه. طب هل قياده بيدرو المدرب العام السابق للنادي الاهلي، وهو تلميذك طبعا، هو المدرب المدير الفني للجونه دلوقتي، هل ده يزيد من صعوبه المباراه؟ بيدرو مدرب ممتاز، انا مش بقول كده لان كان بيشتغل معايا، لا انا بقول الكلام ده لانه الحقيقه هو مدرب ممتاز،
هو طبيعي انه هيصعب المهمه للنادي الاهلي وهيصعبها اكتر لان هو عارف عن الفريق الاهلي انه اشتغل في الاهلي وعارف يعني ايه الخساره قدام الزمالك اللي بتاخد المعنويات من الفرق وان الجماهير بتتطلب من النادي الاهلي في الوضع الحالي اداء احسن والفوز دايما ففي ضغط نفسي على لاعيبه الاهلي دلوقتي فهو ممكن يستغل الحكايه ديت ويدي معنويات للاعيبته انهم يقدروا ياخدوا نقط من النادي الاهلي. احنا النهارده عندنا بعض الغيابات ولكن منهم غياب هداف النادي الاهلي الكابتن وليد سليمان. النهارده غياب الكابتن وليد سليمان بسبب الاصابه، هل ده يأثر على الأداء الهجومي وعلى دكة البدلاء في النادي الأهلي؟ مش شايف ان احنا ما نتناولش موضوع وليد سليمان بالطريقه دي. وليد سليمان انا شفت ماتشين للاهلي ضد اسوان وضد الزمالك، هو كان بيلعب بس في الشوط الثاني وكمان كان بيلعب في مركز كان مركزه قبل كده في الناحية الشمال، لكن دلوقتي لا، المفروض مكانه نمرة 10 ورا راس الحربة لأنه ما عندوش السرعة اللي كان عنده في الأول وعنده المواهب وأكيد هنفتقده في الفريق. لكن هو كان المفروض يبتدي المباريات، هو كان بيدخل الشوط الثاني، فما ينفعش نقول ان التأثير هيبقى كبير في الفريق النهارده لأن هو ما كانش بيدخل من أول مباراة ما بيبتديش كأساسي. عايزين نعرف رؤيتك لمستوى بدري وانسجامه مع اللاعبين خصوصا بعد تألقه مباراة الزمالك السابقة. أنا شايف إن بادجي من ناحية البدنية هو لاعب قوي ولاعب طويل ويعرف إزاي يتمركز عشان ينهي الهجمات. كان جاب كرة في العرض وأجبر الزمالك إنه يتمركز دفاعيا كويس ويعمل دفاع كويس. وشفته كمان بيلعب ضد أسوان وعجبني، فهو راس حربة لو الكورة ظهرت في ال 18 هو بيتمركز كويس دايما عشان ينهي الهجمة، فهو لعب كويس بس هو محتاج ان الكورة توصل له بالإمكانية انه يحرز بيها هدف. والأهلي هو بيلعب ضد الفرقة دي فرقة دفاعية زي مثلا أسوان، ما ينفعش يلعب لاعب واحد ده بس قدام، لازم يلعب بادجي وراس حربه تاني، لازم يلعبوا اثنين راس حربه قدام الفرقه الدفاعيه لان الفرقه دي بتدافع ب 9 10 ولاعب لوحده في وسط خمسه او سته مدافعين هيبقى عنده صعوبات كبيره انه يكسب مساحه وينهي الهجمه، لو في حد جنبه هيجيب اجوان اكتر بالتاكيد. بنشكرك مستر مانويل، شكرا جزيلا وكنت منورنا على قناه النادي الاهلي. قبل ما نروح للمباراه توقعاتكم سريعا عن الشوط الاولاني. انا متوقع تقدم النادي الاهلي. تقدم النادي الاهلي كابتن هاني. تقدم النادي الاهلي كابتن محمد يوسف. تقدم النادي الاهلي الشوط الاول. كابتن اسامه. اتمنى توفيق النادي الاهلي.